السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة لأول مرة بنعرض عليكم الولاعة اليو اس بي. يعني ايه الولاعة اليو اس بي؟ زي ما حضرتك شايفين هي بتيجي في الغلاف ده، تمام. الولاعة بنفتحها كده عادي جدا، مجرد ما بنفتحها زي ما حضرتك شايفين النقطة الحمراء دي هي دي الولاعة اللي احنا المكان اللي احنا بنقدر ان احنا نولع منه بس، وبتتشحن اليو اس بي عادي جدا، ودي الوصلة بتاعتها. زي ما حضراتكم شايفين يو اس بي عادية جدا، بتحط بقى في ممكن في راس الشاحن او في باور بانك عادي جدا. دي بنقدر ان احنا نستخدمها بنشحنها نص ساعة بتكفينا اليوم كله. وفي برضو زي ما حضراتكم شفتوا الشكل ده، ده بيبقى طبعا ده الشكل البي ام. في عندنا اشكال تانية برضو زي الشكل ده، نفس الفكرة بس بشكل مختلف شوية. بنقدر ان احنا نفتحها عادي جدا كده، وبنقدر ان احنا نضغط ضغطة واحدة. مجرد ما ضغطنا الضغطة الواحدة دي بانت النقطة اللي احنا بنقدر ان احنا نستخدمها. برضو يو اس بي عادي جدا برضو زي ما حضرتك شفتوا في اول ولاعة. في عندنا برضو اشكال تانية مختلفة زي دي كده مثلا، دي منها ولاعه بقى وتقدر ان انت تستخدمها كميداليه، بس استخدامها يعني احنا بدل ما كنا بنفتح كده فاحنا بنقدر ان احنا نعمل كده برضو زي ما حضراتكم شايفين. اليو اس بي بتاعتها هنا كده، تمام. بس عندنا اشكال تانية مختلفة نفس الفكرة برضو نفس الولاعات، بس بتبقى فيها بقى عندنا يعني في اودي في مرسيدس زي ما حضرتك شايفين، في طبعا بي ام دي اللي كانت معانا في اول مرة. طبعا الناس بقى على حسب اختياركم، في فراري على فكرة برضو كويسة جدا. بس ولو المنتج عجبكم انا هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو بحيث ان انتوا تقدروا تواصلوا من خلاله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.